السلام الداري، كنتمنى تكونوا بخير. في الفيديو ان شاء الله بغينا نتعلموا كيفاش اننا عن طريق نود جي اس غادي نكريو واحد الفيك اي بي اي باستخدام الباكاج اللي سميتها جيسون سيرفر. يعني انت كواحد فرونت اند ديفلوبر كتبغي بعض المرات انك تكري واحد الاي بي اي خاصه بك، ولكن انت شنو المشكل اللي كيكون عندك هو انك انت ما كتكونش تعرف الباك اند. في الفيديو ان شاء الله غادي نمشيو دقه دقه تنفهموا البلان كيفاش، يعني غتخرج من هذا الفيديو وانت فاهم كيفاش انك تكري واحد الفيك اي بي اي ديالك. يعني قلنا اننا باش نخدموا البلان ديال نشأو فيك اي بي اي غادي نحتاجوا الباكاج اللي سميتها جيسون سيرفر، وقال لك انه عن طريق هذا الباكاج هاجي كتقدر انك تنشئ واحد ريست اي بي اي. شنو كيعني بريست اي بي اي؟ هو واحد الاي بي اي كتقدر انك تابليكي عليه جميع الاتش تي تي بي ميثودز اللي هما ديليت جيت بوست باتش او بوت، وقال لك انك كتنشئ هذا الريست اي بي اي ولا فيك ريست اي بي اي بزيرو كودينغ، يعني بلا ما تحتاج انك تكتب حتى شي سطر في الباك اند. وانك باش تانستالي جيسون سيرفر قال لك انك كتجي لهنايا كتكتب الامر التالي اللي هو ام بي ام انستول والسميه ديال المكتبه ديالنا اللي هي جيسون، وكتجي لهنايا داش سيرفر. يعني حنا قلنا باش نخدموا هذا البلان غادي نحتاجوا النود جي اس، وباش اننا نخدموا النود جي اس غادي نشئوا اهم فايل في النود جي اس اللي هو الباكاج دوت جيسون. وباش انك تنشئ هذا الفايل هذا غتكتب الامر التالي اللي هو ام بي ام انيت وتقول ليه هنايا داش وتقول ليه هنايا واي، وانيت كتعني انيشيال. وقلنا انه الاهميه ديال هذا الفايل هو انه كيجمع لك واحد المجموعه ديال المعلومات على البروجيكت ديالك، زائد اننا خصنا نديرو انستول الباكاج اللي سميتها جيسون سيرفر. يعني غادي نجي هنايا غادي نقول هنايا ام بي ام وغادي نقول ليه انستول جيسون بحال هكا هنايا، وغادي نقول هنايا داش سيرفر. دابا من بعد ما درنا انستول الباكاج غادي نرجعو للدوكيومنتيشن باش نعرفو كيفاش اننا غادي نخدموه. غادي نمشي هنايا نرجع للسيت ديال ام بي ام. هنايا باش انك تكري الفايل اللي غتخزن فيه الداتا ديالك قال لك انه الاكستنشن ديال هذا الفايل ضروري يكون دوت جيسون. يعني كتلاحظ هنايا قال لك كرييت ا دي بي مثلا داتابيز دوت جيسون فايل ويز سام داتا، يعني كري مثلا هذا الفايل وقال لك هذا الفايل ضروري انه خصو يكون دوت جيسون، وقال لك انه الفايل ديالك كتبدا على الشكل التالي. كتجي انت في وسط الفايل كتجي بحال هكا، كتنشئ هنايا مثلا اوبجيكت، وفي وسط من شنو كتجي انك كتجي هنايا كتعرف هنايا واحد الكي او اللي نقدر نقولوا مثلا واحد الاتريبيوت. وحنا كنعرفوا انه اي كي كتبتيها مثلا ولا اي اتريبيوت كتبتيها في جيسون ضروري انك تجي لها هنايا دبل كوت. هنا يعني شنو غادي دير؟ انه غتقول لي هنايا كتساوي واحد الاراي، وقال لك انه في وسط هاد الاراي ديالك كتبغي تعرف هنايا واحد المجموعه ديال الاوبجيكت. دابا شنو هو الضوء ديال الكي هاجي؟ قال لك انه الضوء ديال هاد الكي هاجي انت من بعد هنايا ما كتكتب الاند بوينت ديالك او اليو ار ال ديالك، يعني كتجي كتقول لي مثلا هنايا لوكال هوست مثلا البورت 5000، قال لك من بعد سلاش شنو كتكتب لي هنايا؟ كتكتب لي السميه ديال الكي. هنا يعني انت بمجرد انه كتكتب لي هنايا السميه ديال الكي، هنا يعني شنو كيرجع لك هو؟ هنا يعني كيرجع لك هو هاد المصفوفه هادي كامله اللي انت خزنتيها هنايا. يعني انت قال لك هنايا تقدر انك تعرف هنايا واحد المجموعه ديال الكيز، يعني قال لك هنايا مثلا الاولى سميتها بوست والثانيه سميتها كومنتس، وهنايا الثالثه سميتها بروفيل، وتقدر انك تجي تحت من البروفيل وتجي هنايا فاصله وتكتب هنايا مثلا واحد الكي وحده اخرى. يعني هادشي كامل غادي نتعلموه ان شاء الله عن طريق البراكتيك. ثاني حاجه قال لك هو انك الا بغيتي انك تراني السيرفر ديالك غتكتب الامر التالي، قال لك ليه هو جيسون سيرفر وغتقول لي هنايا داش داش واتش، وغتقول لي هنايا السميه ديال الفايل ديالك. بما انه هنا السميه ديال الفايل ديالي هي دي بي او لا داتابيز، هو هذا هنايا دي بي دوت جيسون. الا سميتي مثلا الفايل ديالك مثلا بوست دوت جيسون غتقول لي هنايا بوست بحال هكا دوت جيسون، وقبل منه شنو غتكتب؟ غتكتب هنايا جيسون سيرفر واتش. بالنسبه حنا لهاد الكوماند لاين غادي نشؤوا ليه واحد السكريبت غادي نشؤوا في الفايل اللي سميتو باكاج دوت جيسون. دابا نمشيو هنا للفيجوال كود. قلنا اول حاجه غادي ديرها هو انك غادي نشئ واحد الفايل ضروري انه الاكستنشن ديالو تكون دوت جيسون. يعني غادي نجي هنايا مثلا غادي نشئ هنا غادي نقول هنايا برودكتس دوت جيسون، زائد انه قلنا ضروري انك تنشئ هنايا واحد الاوبجيكت، زائد انه تنشئ هنايا واحد الكي، وهاد الكي هي اللي خدمتها في الاند بوينت ديالك. غادي نسميها مثلا هنايا برودكت، غادي نقول هنايا جوج ديال النقاط، وغادي نقول هنايا تقدر انك تجي هنايا اوبجيكت وتعرف اوبجيكت واحد، اولا دير هنايا اري وتعرف فيها مجموعه ديال الاوبجيكت. يعني هنايا اول اوبجيكت مثلا غادي نقول ليه اي جي مثلا واحد، زائد انه هنا قلنا انه اي اتريبيوت كتكتبها انت في جيسون ضروري انك تجيرها هنايا بين دبل كوت، زائد انني غادي نقول ليه مثلا هنايا النيم، وغادي نقول ليه بحال هكا هنايا مثلا برودكت 1، زائد انني غادي نقول ليه مثلا هنايا البرايس، وغادي نجي نقول ليه مثلا هنايا 30 الى اخره، زائد انني غادي نشئ هنايا اخر اتريبيوت عندي هي بنقول ليه مثلا هنايا كالر، وغادي نجي بحال هكا وغادي نقول ليه مثلا هنايا ريد. غادي نشئ هنايا واحد المجموعه ديال الاوبجيكت، غادي نجي هنايا مثلا فاصله بحال هكا، وغادي نقول هنا مثلا هنايا الاوبجيكت رقم 2
ثلاثة أربعة وغادي نحيد هنايا هاد الفاصلة وغادي نبدا نمثل هنايا الاي جي زائد السمية ديال البروداكت. دابا من بعد ما نشأنا هنايا المصفوفة ديالنا وبوشينا فيها واحد المجموعة ديال الأوبجيكت غادي نرجعو هنايا للباكاج دو جيسون وغادي نكتبو الأمر باش أننا نقدرو أننا نرانيو السيرفر. أسمية الأمر قلنا هو اللي عبارة على جيسون ونقول هنايا مثلا سيرفر زائد نقول مثلا هنايا سيرفر بحال هكا زائد انا غادي نقول هنايا واتش وغادي نقول ليه السميه ديال الفايل. السميه ديال الفايل اللي هو مثلا هي برودكت وغادي نقول هنايا دوت جيسون. وهنا بالنسبه لهذا الامر غادي نسميه مثلا ستارت. يعني فيما قلت هنايا ام بي ام ستارت شنو غادي يجي لي هو غادي يراني لي هذا كوماند لاين كامل. يعني غادي نمشيو هنايا للترمينال الخاص بفيجوال كود وغادي نقول ليه هنايا الامر اللي سميتو ام بي ام ستارت باش انه يراني لي السيرفر. وديك الساعه غادي نمشيو للبوستمان وغادي نديرو جميع الاتش تي بي ميثودز على هذا الاي بي اي اللي كرينا ونشوفو داكشي واش خدام ولا لا. هنا كنلاحظوا انه هنايا رانا ليا السيرفر. دابا هنا شنو غادي ندير انني غادي نمشي هنايا للبوستمان غادي نقول ليه هنايا مثلا لوكال هوست وغادي نمشي هنايا نرجع هنايا للتيرمينال نشوف شنو هو البورت اللي خدم. هنا كنلاحظوا انه البورت 3000 وقال لك انه من بعد 3000 قلنا هنايا غادي سلاش السميه ديال الكي غادي نمشي هنايا للبرودكت دوت جيسون قلنا انه السميه ديال الكي ديالنا اللي هي برودكت. يعني غادي نمشي هنايا نرجع للبوستمان غادي نقول ليه هنايا مثلا سلاش 3000 بحال هكا وغادي نقول ليه مثلا هنايا سلاش اربين هي ماشي سلاش هنايا جوج ديال النقاط وغادي نقول ليه هنايا سلاش برودكت وغادي نقول ليه هنايا سيند ونشوفوا شنو غادي يعيشينا. يعني اش كنلاحظوا كنلاحظوا انه رجع لي الديتا اللي خزنت انايا في الفايل اللي سميتو برودكت دوت جيسون. يعني انتم كما كتلاحظوا انه نشأنا واحد فيك اي بي اي بلا ما نكتبوا حتى شي كود ديال الباك اند وتا بوستمان في صيفطنا ليه الريكويست انايا جا ريسبونس على الشكل التالي يعني نفس الديتا اللي كتب. هذا بالنسبه لجيت. يعني شنو غادي نقول ليه انايا غادي نمشيو هنايا نرجع للدوكيومنتيشن في الام بي ام وغادي ننزل هنايا لتحت كاع قال لك انه الا باش تجيب مثلا سينجل مثلا بوست او الا مثلا سينجل برودكت قال لك انك تكتب هنايا الكي زائد شنو كدير انتيا كتكتب هنايا سلاش وهنايا كتعطي هنايا واحد البارامتر. هذا البارامتر هو عباره على الاي جي ديال كل برودكت. يعني كنلاحظوا هنايا انه البرودكت ديالنا الحاجه الوحيده اللي ما كيتشابوش فيها هما الاي جي. يعني كل برودكت عنده اي جي مختلف. يعني فاش غادي نقول انا هنا مثلا هنا سلاش 3 يعني شنو غادي يجي انه غادي يمشي يقلب لي على البرودكت اللي عنده الاي جي رقم 3. يعني غادي نرجعوا هنايا للبوست ما وغادي نشوفوا هادشي واش خدام ولا لا. غادي نقول ليه هنا مثلا هنا سلاش وغادي نقول ليه جيب لي البرودكت اللي عنده الاي جي رقم 3 وغادي ندير هنايا السيند. هنا كتلاحظوا انه هنا رجع لي البرودكت اللي عنده الاي جي رقم 3. هي قلت لي هنا يعطيني واحد البرودكت اللي عنده واحد الاي جي رقم 30. حنا كنعرفوا انه ما عندناش شي برودكت عنده الاي جي رقم 30. نشوفوا هنا شنو غادي يرجع لي. هنا كتلاحظوا انه رجع لي اوبجيكت خاوي. علاش رجع لينا اوبجيكت خاوي؟ بحال تيقول لك هنايا نوت فاوند. يعني ما عندي حتى شي برودكت انايا بهذا الاي جي هذا. دابا من بعد ما تعلمنا الجيت غادي ندوزو للبوست. والبوست كتعني هو انه انت كتصيف الداتا للسيرفر. يعني غادي نجي لهنايا غادي نختار الاتش تي بي ميثود اللي سميتها بوست وغادي نمشي هنايا للباجي وغادي نكتب هنايا بجيسون. يعني غادي نجي بحال هكا هنايا وغادي نرجع هنايا للفيجوال كود وغادي نكوبي واحد الاوبجيكت. يعني غادي نكوبيه بجميع الخصائص ديالو وغادي نرجع هنايا للبوست ما وغادي نحط كلشي هنايا. غادي نقول لي انه البروداكت الجديد غادي يكون الاي جي ديالو مثلا 5 زائد انه النيم مثلا غادي يكون مثلا هنايا البروداكت 5 زائد انا غادي نبدل هنايا البرايس غادي نقول لي مثلا هنايا 78 وغادي نبدل هنايا مثلا الكالر غادي نقول لي مثلا هنايا جرين وغادي نقول لي هنايا سند واجي نشوف واش غادي تزيد لنا هذا البروداكت هذا ولا لا. هنا كنلاحظوا انه عندنا هنا الانسيت فيلد يعني هنا شي مشكل. يعني هنا نرجعوا حنا للفيجوال كود ونشوف شنو هو المشكل. هنا تيقول لي هنا مثلا انسيت فيلد وقال لي هنا ديبليكيت اي جي. يعني شنو كيعني هذا الشيء؟ هو انه حنا عندنا هنا واحد البروداكت عنده الاي جي رقم 5 وقال لك ما ينفعش انه تزيد انت بروداكت اخر بنفس الاي جي حيت حنا كنعرفوا انه الاي جي حاجه يونيك. يعني حنا شنو غادي نجيو دابا؟ غادي نرجعوا هنا للبوستمان وغادي نايديتيو هنا الاي جي. يعني غادي نقول لي مثلا هي 6 زائد انا غادي نقول هنا البرودكت رقم 6 وغادي نقول هنا السند. هنا كتلاحظوا انه زاد لي يعني البرودكت ديالي بجميع الخصائص اللي مرات من هنا في الباجي. غادي نمشي هنا نقول لي هنا جيت وغادي نشوفوا هنا واش زاد هنا هذا البرودكت ولا لا. يعني غادي نمشيو هنا نضبطوا لتحت. هنا كتلاحظوا انه البرودكت اللي زدناه عن طريق الاتش تي بي ميثود اللي سميتها بوست تزاد هنا. يعني حد الان حنا اش درنا؟ قلنا انا جيت او بوست. دابا غادي ندوزو حنايا للباتش. دابا حنايا بغينا اننا نديرو ايجيت لواحد القيمه ديال واحد الخاصيه معينه ديال واحد العنصر غادي نديرو ليه التارجت عن طريق الاي جي. باش اننا نخدمو هاد البلور غادي نخدمو عن طريق الاتش تي بي ميثود اللي سميتها باتش. وباتش كتحتاج منك جوج ديال الحوايج. اول حاجه اللي هي الاي جي ديال العنصر اللي بغيتي
انك تجي لي ايديت. مثلا غادي نقول لي انه العنصر اللي غادي ندير ليه اني ايديت غادي يكون الاي دي ديالو هو رقم 6، زائد انه كتمرر ليه السميه ديال الخاصيه اللي بغيتي انك تجي لها ايديت غادي نقول لي مثلا الكالر، زائد هنايا كتمرر ليه القيمه الجديده غادي نقول لي انه مثلا بدلها لي من الجرين نقول لي مثلا هي البيربل، زائد انا غادي نقول لي هنايا الساند ونشوف هنا واش غادي يبدل لي القيمه ديال الخاصيه سميتها الكالر ولا لا. انتما هنايا كما كتلاحظوا انه بدلها ليا من الجرين للبيربل، زائد اني غادي نمشي هنا نقول لي مثلا جيب لي العناصر كامله عن طريق جيت وغادي نمشي نشوف هنا واش تبدلت القيمه. انتم كما كتلاحظوا اني قلت لي جيب لي العنصر اللي عنده الاي رقم 6، كنلاحظوا انه القيمه ديال الكالر بنفس القيمه اللي مررناها هنا واللي خدمناها عن طريق الاتش تي بي ميتد اللي سميتها باتش. دابا غادي نتعلموا كيفاش اننا غادي نمسحوا عنصر معين عن طريق الاي جي. هنا باش انك تمسح عنصر كتخدم الاتش تي بي ميتد اللي سميتها ديليت. هنايا كتحتاج منك حاجه واحده اللي هي القيمه ديال الاي دي ديال العنصر اللي نتايا غتمسحو. هنايا بالنسبه للباجي ما محتاجوش، يعني هادشي اللي محتاج نتايا هي هنايا تمرر القيمه ديال الاي دي. غادي نقول ليه مسح لي هنايا العنصر اللي عنده الاي دي رقم 3، غادي نقول ليه هنايا السند. هنايا كنلاحظوا انني غادي نمشي هنايا غادي نقول ليه هنايا مثلا جيت، وهنايا غادي نقول ليه ثاني هنايا السند، حيتاش هنايا كنلاحظوا انه هنايا العنصر اللي عنده الاي دي رقم 3 ما كاينش، حيتاش قلت ليه جيب لي العنصر اللي عنده الاي دي رقم 3. هنايا غادي نقول ليه جيب لي كلشي. هنايا تلاحظوا انه عندنا العنصر اللي عنده الاي جي رقم 1، وهنا عندنا الاي جي رقم 2، وهنايا كنلاحظوا انه الاي جي رقم 4 والاي جي رقم 3 مسحو. هنايا غادي نعاود نقول ليه مثلا مسح لي العنصر اللي عنده الاي جي رقم 1، وغادي نقول ليه هنايا السين بحال هكا، زائد انا غادي نقول ليه جيب لي كلشي عن طريق الاتش جي بي ميتود اللي سميتها جيت، وغادي نجيب هنايا البرودكتس كاملين. هنايا كنلاحظوا انه العنصر اللي عنده الاي جي رقم 1 هنايا مسحو، وهنا العنصر اللي عنده الاي جي رقم 3 مسحو، وخلي العناصر الاخرين كيما هما. يعني بكات تعلمنا كيفاش اننا ننشئ واحد الفيك اي بي اي ونابليكيو على جميع الاتش جي بي ميتودز بلا ما نكتبوا حتى شي سطر في الباك اند. بالنسبه لي رجعتي هنايا للدوكيومنتيشن الخاصه للباكاج ديالنا، هنايا كاين بزاف ديال الحوايج من غير انك تابليكي عليهم الاتش جي بي ميتودز. يعني قال لك هنايا مثلا الا بغيتي تفلتري، يعني انت غادي نخلي لكم اللينك هنايا في الديسكريبشن وانت دخل واكتشف ليها مع راسك. يعني قال لك انه مثلا بغيتي انك تفلتري كتجي هنايا كتجي علامه الاستفهام كتقول هنايا السميه ديال الاتريبيوت والقيمه ديال الخاصيه اللي بغيتي انك تفلتري بها. يعني شنو كيعني شنو تجي هنايا تجربه دغيا، غادي نمشي هنايا مثلا غادي نفلتري دابا هنايا غادي نقول هنايا مثلا جيت، وغادي نقول ليه هنايا السميه ديال الخاصه اللي هي مثلا كالر، يعني رجع ليا جميع البرودكتس اللي الكالر ديالو مثلا تساوي الريد، وغادي نقول ليه هنايا السند. انتم هنايا كما كتلاحظوا انه رجع ليا جوج ديال العناصر. هنايا الا قلت ليه مثلا هنايا بيربل، نمشي هنايا مثلا نقول ليه جيب لي جميع العناصر اللي عندهم الكالر ديالهم كيساوي بيربل، هنايا كتلاحظوا انه رجع ليا عنصر واحد حيتاش هو الوحيد ديال الكالر ديالو كيساوي بيربل. هنايا غتلاحظ انه موفر لك واحد المجموعه ديال الفيتشرز، ما تيقول لك مثلا باجينيت، مثلا بغيتي تجي الصوت انك مثلا ترتب العناصر تجي لك مثلا بالالفابيتيك، مثلا هنا تيقول لك هي الصوت اند اوردر مثلا اسيندينغ اوردر باي ديفولت، وهنا تيقول لك انك بغيتي مثلا تجي ديسيندينغ انك مثلا كتب هنا مثلا ديسك بحال هكا. هنا كتقول لك هنا سلايس اللي بغيتي انك مثلا تجي واحد الليميت، يعني مثلا تقول لي ترجع لي 5 العناصر 6 العناصر الى اخره. هنا عندك واحد المجموعه ديال الاوبيريتورز، هنا عندك هنا فول تكست سيرش، هنا ريليشن شيب الى اخره. يعني كاع داكشي تعلمنا حنايا في الباك اند تقدر انك ابليكي على الباكاج اللي سميتها جيسون سيرفر. وكان هذا هو الفيديو ديالنا، وكنتمنى انك تفتش من هذا الفيديو تعلمت كيفاش انك تري واحد الفيك اي بي اي خاصه بك، ونتلاقاو في فيديوهات بحال هكا ان شاء الله. وخليتكم الراحه. I fall into a trap that I made by myself.